استكشف الجبال والوديان واقترب من حياة احتضنتها الطبيعة بصحبة نسيم الوادي وشموخ الجبال بعالمها المدهش والجميل. منطقة الأراضي المرتفعة الممتلكة لمقومات الحياة الكريمة، وإن مررت ورأيت الجبال تصافح السماء فاعلم أنك بمنطقة شيس. تقع شيس بين الجبال الشاهقة والطبيعة الجاذبة رغم قسوتها الجغرافية، إلا أنها تمتاز بطبيعة خضراء ساحرة تطوق مساكنها العصرية طبيعة خلابة تتميز بالهدوء الشديد والهواء النقي وصفاء الجو. تتميز أيضا بوجود واد كبير يمر من أراضيها، بالإضافة لوجود عدد كبير من آبار المياه العذبة التي يستخدمها الأهالي في ري المزروعات. تميزت شيس منذ القدم بطيبة وكرم أهلها، فهي من المناطق التي تتصف بكرم الضيافة، فأهل المنطقة كانوا وما زالوا يستقبلون الضيوف بحرارة كبيرة ويرحبون بهم في جميع الأوقات. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين متابعي برنامج العكاس. اليوم راح ناخذكم جولة في أحضان الطبيعة في منطقة شيس. راح نتعرف على بعض التقنيات المميزة في التصوير، خلكم ويانا. وفرة المياه أدت إلى تقدم العملية الزراعية في المنطقة، إذ اشتهرت بإنتاج أجود أنواع الرطب والمانجو خلال فصل الصيف، إضافة إلى زراعة العديد من المحاصيل المتنوعة طوال العام لتنتعش زراعة الخضار بأنواعها. شجرة النخيل لها مكانة مميزة لدى أهالي شيس، فهي أكثر مصادر الرزق للمنطقة، فهم يأكلون منها الرطب وقت الصيف ويجمعون الفائض ليجفف ويغلف كي يستفاد منه في فصل الشتاء، كما يتم تقديمه أيضا كغذاء للدواب. هنا توجد أنواع عديدة للنخيل، منها اللنغال، أنوان، عين بقر، قشدهان، لولو، مرزبان، البرحي والإخلاص. شجرة النخيل هي شجرة الحياة في منطقة شيس، وهي من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان وعمل على زراعتها منذ القدم. النخيل من الأشجار الجميلة الرائعة والتي كرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم في آيات عدة. تعتبر الأفلاج في منطقة شيس جزءاً أصيلاً من نسيج الحياة الاجتماعية لأهالي المنطقة منذ القدم، فهي مورد الماء الذي قامت عليه الحياة والاخضرار، وكانت حياة الإنسان هنا ولا تزال مرتبطة بهذا النظام. شكلت الأفلاج نظاماً قديماً لري الأشجار والمزارع والاستفادة من مياهها، اعتمد عليها مجتمع الإمارات منذ القدم. مزارع منطقة شيس تلفها عناية الأفلاج التي تساهم وبشكل كبير في سقي النباتات،
الأفلاج ليس فقط مصدراً من مصادر المياه، بل رمزاً تراثياً يربط الحاضر بالماضي. تجسد الأفلاج قدرة الإنسان على إخضاع البيئة لتحقيق طموحاته في توفير المياه. أهميتها تكمن في مساهمتها في التطور الزراعي في منطقة شيص. برع المجتمع الإماراتي فابتكر الأفلاج التي برهنت على وجود حس هندسي لديه منذ قديم الزمان. تلك الأفلاج تتصل بحجرة أو حوض واسع ممتلئ بالمياه العذبة القادمة من الينابيع التي أخص الله بها منطقة شيص عن غيرها من المناطق. وفي المنطقة الزراعية ممرات أنفاق تحت الأرض تسمح بمرور المياه فيها، والتي تتصل مباشرة بالأفلاج المحيطة بكل مزرعة. من النادر ما نشوف مثل هذه الشلالات وهذه الأفلاج، لهذا السبب قلت خلني أنا أقتنص الفرصة وأخذ هذا النوع من أنواع التصوير اللي هو السلو موشن أو التصوير البطيء. التصوير البطيء يعتمد على شتر بطيء أو شتر قليل، بمعنى أنك لو حاب تصور مثل هذه الصورة لازم تثبت الكاميرا ولازم تخلي سرعة الغالق بطيئة توصل للثواني أو قريبة من أجزاء الثانية. تثبت الكاميرا وتحطيها على المؤقت أو التايمر وتأخذ الصورة والزاوية اللي بتطلع. يستمر مبارك في البحث عن معالم المنطقة باحثاً عن مناظرها الجميلة من خلال هذا الطريق الذي سار به أبناء المنطقة لسنوات طويلة بين بساتينها المعلقة التي تعانق جبالها روح الطبيعة. إن منطقة شيص منطقة أثرية لما تحويه من آثار وشواهد تاريخية ما زالت تقف صامدة أمام تحديات الأزمنة. ما تزال القلاع والأحصنة رمز البطولة والشجاعة لأهالي المنطقة. هذه المنطقة التي ظلت محافظة على تاريخها الجميل ظلت راسخة وشامخة مع مرور السنين. رغم طبيعتها الجبلية الصلبة والحياة الصعبة التي مر أهالي المنطقة فيها،